أخيرا كأستاذة حكاية لجود، زي ما قلت لجود حبيبتي الأمريكية الصغيرة الأمريكية في المولد، وجابتي الأخيرة هي فرقة مسلمية قتلة في غزة إسرائيلية غزة تانية بين زملائها في القصر. حبيت أشرح لهم عشان تفتكروا دايما بالذكرى العربية حكاية وجود. وأعتذر كان عم صوتي معي. أيها نادي تسلية يا من الداعي تلك العلمية السوداوية وأي دقائق العلامة كانت تتأرجح في ألق الشفتين وأي مصابيح انطفأ حين انطفأ شعاع الشمس الكافي في الخدين. قاضي لجود تغدير حلوة كانت مثل عصافير الحلم ومثل شجيرات الورد الطالعة على الشطين ومثل أميرات القصر المسحور يسابقنا الطير ويتضاحكنا ويحلمنا بأسرار الفجر القادم من خلف السور. كانت مثلك يا جود تحمل كراستها وكثيرا من ألوان الرسم وتجلس بين رفاق القصر لترسم قمرا أخضر أو نجمات ذر أو كرة من ضوء تعلو ثم تدور تدور. كانت مثلك يا جود لكن جريمتها أن ولدت فوق تراب الحزن الفاجع والوطن المقهور وجريمتها أن حلمت مثل ملايين الأطفال بقمر أخضر وبنجمات زر بصباح جنح يبدو وليلا تغمض فيه العينين تنام بلا خوف وجريمتها أن حلمت بالمحظوظ النوم الآمن والضحكات ووقت كي تغلو أو بعض سرور. كانت مثلك يا جود وكانت تلك جريمتها حين انطلق رصاص الإجرامي رصاص الحقد الكامي خلف السور فأطفى لون شعاع الشمس الدافئ في الخدين وحطم كل مصابيح الحلم وقفل النور. لكن يا جود لو أنك أغمضت العينين ونظرت إلى أعماق القلب فسوف ترين أن غدير الحلوة ما زالت تأتي من بين عصافير الحلم. لكن يا جود لو أنك أغمضت العينين ونظرت إلى أعماق القلب فسوف ترين أن غدير الحلوة ما زالت تأتي من بين عصافير الحلم وبين شجيرات الورد الطالعة على الشطين ومثل أميرات القصر المسحور يسابقنا الطير ويتضاحكنا ويحلمنا بأسرار الفجر القادم من خلف السور. أستاذة عزيزة أنا عاوز أجمع ما بين النقطة المهمة جدا اللي الممتع يجمع ما بين أشياء كثيرة جدا، لكن لما بتبتسم الأستاذة عزيزة كاتب ما بين الجمع ما بين الصفات الإنسانية الجميلة والصفات
المستشفيات الدعية العالية أعتقد أنها قليلة جدا. أعتقد أن السمات الفنية للركاز الدعية جديرة الآن في جامعة السودان. يعني لماذا لا يعنى كده؟ الكمية قليلة لا مش كفاية. ليه؟ أنا وقفت عليها، هي قليلة العدد لكن كثيرة العطاء. ممكن تكمل السمات الاختراع وإذا وقفنا على الديوان الثالث لدى الشعارة مختلف لديها. فيبقى ثلاثة دواوين لشعارة مهمة في حياة الإسكندرية. أنا هأدي الأستاذ الدكتور زكريا عناني زي ما بيقولوا إيه يعني ربنا